السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واتمنى تكونون بألف خير ان شاء الله يا ربي. معاكم زياد هادي الاستاذ في معهد الدراسات الموسيقية العراقي في بغداد، استاذ آلة العود والنظريات الموسيقية. اشكركم على اشتراككم واشكركم على الاشتراك بالقناه واللايك والاعجاب ومشاركتكم فيديوهاتي في صفحات التواصل الاجتماعي. شكرا لكم من القلب، وان شاء الله نكون اتحسن ظنكم في تقديم ما هو جديد. اليوم قناتي كثير مطالبات الاصدقاء والمشتركين، وكثير من الاصدقاء اللي دائما يمروا على القناه دائما يكتب تعليق مشكور انه محتاجين انه طريقة او ما هو البرنامج المعين او المفيد في دوزان او ضبط اوتار آلة العود او اي آلة. راح تكون عندكم على اليسار طبعا هذا بروفيشنال لوت اللي موجود امامكم، راح اخلي الايقونة الصغيرة ايضا صورتها بجانب صورة البرنامج. هذا جميل جدا بطريقة الدوزان، تسمع النغمة تضغطها، تضغط دو يعطيك النغمة الصحيحة والدوزن تضبط معاها، وأنا أستخدمه طبعا. وعلى اليمين أيضا برنامج ممتاز جدا وكثير من العالم يستخدموه، اللي هو يعطيك إشارة الخضراء، في موجود طبعا هو لغة عربية موجود في الأعلى أنه آلي أو يدوي، أنت دائما خليه آلي حتى هو أنه يعطيك النغمة الأوكي من تريد دوزن الدو الأسفل أو الصول أو وكذلك، أو يعجبك يدوي فيدوي موجودة في أمامك أنه اللا والدو أنت تخليه هو مباشرة يوضع لك الدوزان الحقيقي. عندكم دول الاثنين هاي الأجهزة، أريدكم تفكرون بها، هذا تيونر على اليمنى على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى، من أعظم و يعني تيونرات اللي موجودة تطبيقاتها في سوق بلاي. هذه نستخدمها كموسيقيين وبالفرق الموسيقية العراقية دائما يستخدموها، وحتى بالفرق الموسيقية العربية. أتمنى أنه تروحون على سوق بلاي وتحملون هذه التطبيقات، راح تفيدكم بموضوع دوزان الآلة. شكرا لكم أخواني، وأتمنى أنه استفاديتوا من هذا الفيديو، ولا تنسون الإعجاب واللايك والاشتراك وتحميل التطبيقات لأنها جدا مفيدة، وأني طبعا ما لقيت غير هذه التطبيقات المفيدة في سوق بلاي أو غير سوق بلاي لأنها مضبوطة جدا. تحياتي لكم، مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.